مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات نجوم الفن الجميل. من كام ساعة فاتوا نشب حريق في شقة ابنة الفنان الكبير أحمد بدير، لكن الحمد لله مفيش أي خسائر في الأرواح، يعني بنته وحفيدته بخير. ده نتيجة ظروف الطقس، لأن الجو حر ولع، فكانوا سايبين التكييف شغال باستمرار نظرا لظروف الطقس والجو وحش جدا. فبنت أحمد بدير كانت نايمة هي وبنتها، وحصل انفجار كبير في التكييف زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. شوفوا محتويات الشقة اتدمرت ازاي. وبنت أحمد بدير علقت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سارة أحمد بدير قالت: الحمد لله، خف الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب، ولطف بي أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين امبارح، والحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام. خلي بالكم قوي من التكييفات يا جماعة، خصوصا اليومين دول، بلاش تناموا وانتم مشغلينها. ربنا يسترها علينا وعلى أهلينا وعلى أولادنا جميعا يا رب. أسفة على بشاعة الصورة، بس دي تذكرة ليا علشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه، وحمانا ونجانا من إيه. ألف حمد وشكر ليك يا رب. وعلق أيضا الفنان الكبير أحمد بدير وقال نفيا لأي شائعات: الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ابنتي سارة أحمد بدير وحفيدتي بخير. أثر حريق في شقتها بسبب ترك مكيف الهواء يعمل بشكل مستمر. خلوا بالكم وما تسيبوش التكييف شغال وانتوا نايمين في هذا الوقت تحديدا نظرا لظروف الطقس. ربنا يحمينا ويحمي أولادنا جميعا، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، وأي حاجة ممكن تتعوض، والحمد لله انهم بخير. وزي ما انتوا شايفين في الصور محتويات الشقة كلها متدمرة بالكامل، والحمد لله ان ربنا نجاهم ومفيش اي خسائر بشرية. ربنا يا رب يعوض عليها والشقة ترجع بإذن الله احسن من الاول، والحمد لله على سلامتها وسلامة بنتها، وربنا يحمينا جميعا ويحمي اولادنا يا رب.